يقول السائل: يقول الله تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، ويقول تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله الآية، هل هاتين الآيتين يشرح بعضها بعضا؟ يتبع غير سبيل المؤمنين، هذا المراد به الإجماع، استدل به العلماء على تحريم مخالفة الإجماع وما عليه علماء المسلمين، فمن خالف الإجماع فإنه متوعد بما في هذه الآية: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأما هذه سبيلي طريقي، السبيل معناه الطريق،